أقرب من تدعو له والداك. نوح عليه الصلاة والسلام: رب اغفر لي ولوالدي. إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا لأبيه ولكن لم يقبل. وجعلنا نحن: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب اغفر لي ولوالدي. تجد أننا نحن مطالبون بالدعاء للوالدين، لا نستطيع أبدا أن نجزيهم مهما قدمنا من الأعمال، لا نستطيع أن نجزيهم. وأعظم ما تجزي به والديك أن تدعو لهم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.